بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في قناتنا التعليمية إن شاء الله سيكون درسنا اليوم حول تصريف فعل كتبه كتب معناه نسخ وألفه نقول كتب الرجل كتابا أي نسخ وألفه يعني خط فيه الألفاظ والآراء بحروف الحجاء ونبدأ مع الماضي ونقول أنا كتبت أنت كتبت أنت كتبتي هو كتب هي كتبت نحن كتبنا أنتما كتبتما هما كتبا هما كتبتا أنتم كتبتم أنتن كتبتن هم كتبوا هن كتبنا ونأتي إلى المضار ونقول أنا أكتب أنت تكتب أنت تكتبين هو يكتب هي تكتب نحن نكتب أنتما تكتبان هما يكتبان. هما تكتبان أنتم تكتبون أنتن تكتبن هم يكتبون هن يكتبن ونأتي إلى الأمر ونقول اكتب أنت اكتبي أنت اكتبا أنتما اكتبوا أنتم اكتبنا أنتن وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى درس اخر ان شاء الله